من القاهرة ينضم إلينا مؤلف مسلسل صلة الرحم الأستاذ محمد هشام عبية. كل عام وأنت بخير وإفطار شهي وتقبل الله. طيبة وكل الدول العربية بخير يا رب وسلام. يعني إحنا نتمنى يكون حديثنا معك خفيف لطيف، ولكن الموضوع قوي ومثير للجدل ودخيل على مجتمعاتنا العربية. يمكن أول سؤال يخطر في بال أي أحد، لماذا اختار المؤلف هذه الحكاية أو هذه القضية تحديدا؟ هو أنا بحكم عملي بالأساس، يعني قبل ما أبقى مكاتب سيناريو محترف، أنا كنت كصحفي وكنت مهتم بالظواهر اللي بتحصل في المجتمع المصري والمجتمع العربي بشكل عام. نعم. وأثناء يعني وطبيعة الحال أنا بهتم بالاطلاع وأعرف إيه اللي بيحصل في المجتمع المصري والعربي، عشان دي مصادر للأفكار. نعم. فأنا مسألة تأجيل الأرحام كنت قرأت عنها أكثر من مرة، أكثر من تحقيق صحفي، وشفت يعني بعض الأفلام الوثائقية عنها في المنطقة العربية وفي العالم، وكانت هي فكرة تثير الشغف يعني الدرامي جوايا. ثم لقيت برضو أن شركة الإنتاج عندها حماسة لفكرة أنها تقدم مشروع. لما تواصلوا معايا كانوا عايزين يعملوا هم كمان مشروع عن تأجير الأرحام، فطلقت الرغبتين يعني. فبدأت من هنا أن احنا نبني العالم اللي شفناه في المسلسل، اللي كان بيتناول بس يمكن يكون مدخله هو تأجير الأرحام، لكن هو كمان بيناقش فكرة ممكن تكون أكبر فيما يتعلق بمسألة الأسرة، فكرة الحق في مقاومة الأشياء اللي احنا متصور أنها ما بتتغيرش، فهل ممكن نغيرها ولا لا؟ نعم. ألا تخشى أنه ممكن البعض يقول أنه مسلسل يروج لتأجير الأرحام وفي مجتمعات قد تكون فقيرة تحتاج المادة، بيسهل على بعض البنات أنهم ممكن يفكروا بهذه الفكرة، وأنه ولا حيكون المسلسل فيه انتقاد أو فيه توعية أو حيكون فيه يقدم حلول لهذه المسألة؟ هي الدراما بشكل عام بتطرح أسئلة، مش بالضرورة قوي تطرح أجوبة، لكن هي بتطرح الأسئلة وغرضها بشكل أساسي أنها تثير التفكير يعني والنقاش. نعم. وبالتالي احنا زي ما قلت حضرتك أن الموضوع تأجير الأرحام هو موجود بالفعل، طبعا هو مجرم في كل الدول العربية، لكن زي ما قال الأستاذ فاضل هو موجود بشكل قانوني في إيران على سبيل المثال في بعض الدول. وبالتالي فكرة أن هو مجرم مجرم في الدول العربية ده لا يمنع حدوثه، بل بيحدث في عوالم سرية احنا منعرفش عنها حاجة، او منعرف عنها عن طريق بعض التحقيقات اللي بنقراها، او بعض التقارير اللي بتتنشر، او بعض التجارب اللي بيحكيها ناس شاركوا في هذه العملية. وبالتالي احنا لم نخترع مسألة تأجير الأرحام، هي مسألة موجودة، خصوصا وان هي بتقوم بشكل اساسي على شيئين اساسيين: رغبه البعض في ان يكون عندهم اسره، ودي رغبه تكاد تكون فطريه عند كل البشر، والرغبه الثانيه فكره الفقر، لانه غالبا حتى في الدول اللي بتقنن مساله تأجير الارحام غالبا بيكون حتى الطرف اللي بيأجر الرحم بتاعه بيعاني من الفقر وبيبحث عن المال، ودي مساله طول الوقت موجوده في كل المجتمعات. فبالتالي هي المسلسل لم يخترع المسألة، لكنه كان بيحاول يناقشها من أكثر من زاوية. طيب أستاذ محمد، يعني ما تلاحظ أنه خصوصا في هذا الموسم الرمضاني الدرامي أصبحت كثير من المسلسلات جاية على ماشي على مبدأ إثارة الجدل وإدخال قضايا وقصص يعني أثارت جدل كبير؟ شفنا كذا مسلسل يعني تكلموا في تابوهات، تكلموا في أشياء ممنوعة، تكلموا في أشياء يعني المجتمع بيكون رافضها. الناس صارت تقول، أو بعض الانتقادات بتقول إنه اليوم صاروا يبحثوا عن الترند مهما كان هذا الترند بجميع أشكاله، حتى لو لم يراعي معايير المجتمعات العربية. وأنا لا أنكر طبعا أنه أكيد بعض صناع الأعمال الدرامية بيدوروا على أنهم يكونوا هدف للترند، أنهم يبقوا موجودين ومتواجدين على وسائل التواصل الاجتماعي بأكثر من طريقة، لكن هو أنا شايف أنه طموح مشروع، لكن الفكرة كلها أنت بتقدم إيه اللي بيخليك طرف في هذا الترند، في هذا التوجه، في هذا تسليط الضوء على الأشياء. نعم. هل أنت بتعمله بغرض فقط إثارة يعني فقاعة تختفي واختفي أثرها مع انتهاء العرض، ولا هو أنت بتحاول تقدم عمل درامي حقيقي بتناقش فيه قضية وبتطرح فيه أفكار وبتخلي المشاهد يندمج مع أبطاله ويفكر ماذا يفعل لو كان مكانهم، وهل فعلا كل الأفكار والثوابت المجتمعية اللي احنا متربيين عليها والراسخة بقالها سنين يجب أن تظل كما هي، ولا ممكن تتخلخل ونعيد النظر فيها من أول وجديد؟ أنا في رأيي إن الترند اللي
بيعيش هو الترند اللي بيسيب اثر في المشاهدين، مش الترند اللي بينتهي مع نهايه العرض الرمضاني، يعني يكون يترك اثر ايجابي وحسن السمعه. يعني صراحه متابعين المسلسل ونتمنى انه يكون بالفعل بيقدم هذه الرساله التوعويه والمهمه ويسلط الضوء على هذا النوع من القضايا. استاذ محمد هشام عبيه مؤلف هذا المسلسل لا تأجير الأرحام، شكرا لوجودك معنا اليوم.